لم يكن سرا ان ملف السلام الفلسطيني الاسرائيلي ليس على راس اولويات الرئيس الامريكي. فهم ذلك فور دخول جو بايدن البيت الابيض. حتى انه لم يعين مبعوثا خاصا للملف على غرار تعيينه مبعوثين الى ايران واليمن وليبيا والقرن الافريقي. والى الان ما زال منصب سفير الولايات المتحده لدى اسرائيل شاغرا. كما لم تعين الاداره الامريكيه قنصلا عاما في قنصليتها المغلقه في القدس للتعامل مع الفلسطينيين، بدا واضحا ان لبايدن مقاربه اخرى في هذه القضيه، كذلك بعد ان تجاوز العرف السائد امريكيا باجراء السيد البيت الابيض فور تعيينه مكالمة مع ساسة اسرائيل، واثرت ادارته تركيز جهودها على قضايا اخرى في المنطقه، ملف ايران على راسها. لكن في وقت مبكر من ولايه بايدن انفجرت المواجهه بين الاسرائيليين والفلسطينيين وبات التجاهل محرجا فاوفدت الخارجيه الامريكيه منسقا الى الشرق الاوسط لحض الاسرائيليين والفلسطينيين على وقف التصعيد وازدادت وتيره الاتصالات بين المسؤولين الامريكيين والاسرائيليين واطراف وسيطه وخرجت بيانات امريكيه تستنكر التصعيد من قبل الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني، وبعد ان عرقلت واشنطن عقد جلستين لمجلس الامن لتبني اعلان يدعو الى وقف التصعيد بين الجانبين الاسرائيلي والفلسطيني، عادت لتؤيد عقد اجتماع طارئ للمجلس الدولي في هذا الشان. لم يعد ربما بامكان بايدن الابتعاد بثقله السياسي المباشر عن التطورات، فتواصل مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ووفقا للبيت الابيض اكد بايدن لنتنياهو الدعم الامريكي الثابت لحق اسرائيل في الدفاع عن شعبها وطلب من وزير خارجيته التواصل مع الرئيس الفلسطيني لكن كل ذلك لا يحسم ما اذا كانت الحرب في غزه ستعيد ترتيب الاجنده الخارجيه لاداره بايدن.